رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم، وخلينا نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع نستقبل ضيفي بعد التقرير على طول. المكتبة دي هي تعتبر حياتنا، لأن احنا في يمكن جيلنا اتربى على إن المكتبة دي جزء لا يتجزأ من البيت وجزء لا يتجزأ من المدرسة. يعني لازم في البيت، أي بيت حتى لو كان بيت متوسط في مصر، كان لازم يبقى في مكتبة صغيرة كده عشان الأولاد يقروا فيها. وممكن تكون كتب ما هي أو مجلات أو كده، ما هياش غالية، يعني مش لازم تكون غالية، لكن تبقى في أساسيات في مكتبة البيت. بالنسبة لمكتبة المدرسة كانت بتلعب دور مهم جدا في حياتنا كلنا، إن كنا بنستعير كتب من المدرسة ونخليها في البيت نقراها، ممكن نعمل عنها ملخصات ونرجعها تاني ونحافظ على الكتاب. كل ده كان مش بس هي منظومة القراءة، لا، كان بيحافظ على منظومة جميلة اجتماعية وأخلاقية. دايما القراءة بتكون مهمة لما الأب والأم في البيت بيعظموا من قيمتها بالنسبة للولاد. يعني لما يكون الأب والأم بيحبوا القراية أو بيحاولوا، حتى لو كانش بيحبوها بس بيحبوا يشجعوا أولادهم على القراءة، الطفل هيطلع كده من نفسه بيحب القراءة والاطلاع، وإن هو يبقى شخص ليه قيمة في المستقبل. فالدور المهم للأب والأم في البيت لازم يكونوا هم بيشجعوا الولاد، ونقرأ كمان كتب قيمة، يعني نقرأ حاجات كويسة. ما هو في حاجات برضو ما لا تستحق القراءة، لكن في حاجه، في كتب حلوه، في مجلات، كان وقتنا في مجلات كانت بتلعب دور مهم جدا في تنشيط القراءه. فالدور الاساسي بيبقى في البيت، لازم يكون الاب والام بيلعبوا الدور ده، وبعد كده يجي دور المدرسه، او كان بيسموها امينه المكتبه مثلا، او المسؤوله عن المكتبه في المدرسه، برضو بتلعب دور مع الاولاد بانها تشجعهم على القراءه. فانا بالنسبه لي كنت زي اي طفل عادي، حبيت القراءة من البيت. والدي ووالدتي كانوا بيحبوا جدا ان يكون عندنا مكتبة في البيت. طبعا كان بيشتروا لي كتب، يعني كانت الجايزة اللي انا اخدها كتاب او مجلة، عاملين اشتراك في مجلات، الاشتراك يعني بتجيلي لغاية البيت برضه، حاجة كده جميلة. وفي المدرسة كنت طبعا اخد كتب وارجعها واستفيد منها، سواء كانت كتب باللغة الفرنسية او باللغة العربية او الانجليزي طبعا برضه. أنا عندي مكتبة جميلة في البيت، وفي الشغل كمان هنا في مجلة سميرة عندي مكتبة عظيمة. مش عارفة ابتدي ازاي، لأن كلها حاجات حلوة قوي وأثرت فيا جدا. أولاً ابتدي بكتب الأطفال ومجلات الأطفال، ناخدها كده تدريجي. مجلات الأطفال زي ما حضرتك عارفة إن في دار الهلال هنا كان في أهم مجلتين في مصر وفي الوطن العربي، مجلة ميكي ومجلة سمير، كانوا بيصدروا من دار الهلال لمدة 40 سنة. وبالتالي طلع منهم مطبوعات ايضا جميله، يعني كنا بنقرا المجله والمجله نقرا على هامشها بعض الكتب اللي حببتنا في القراءه واحنا اطفال. فاول حاجه المجلات بتقود لقراءه الكتب. نيجي بقى للكتب الاطفال، في كتب الهلال للاولاد والبنات كانت بتعمل هنا كتب رائعه في طفولتنا. في كتاب انا بحبه قوي في الطفوله، اسمه كتاب اسمه اراجوز فور اورلوز، ده كان يعني تاليف ورسوم الفنان الكبير أحمد حجازي، كان فنان كاريكاتير عظيم، كان بيشتغل في مجلة صباح الخير وفي مجلة سمير، وعمل أجمل الأعمال، عمل شخصيات كده كان اسمها التنابلة، بدأنا نعيد كتابتها من أول وجديد ونحاول إن احنا نحييها من أول وجديد، شخصية عظيمة. أول كتاب تأثرت فيه أو من أوائل الكتب اللي تأثرت بها كان كتاب أرجوز في الأرلوز لأحمد حجازي، وكان بيصدر من دار الهلال. وبعد كده بقى في كتب اطفال كتيره باللغه الفرنسيه، في كتب باللغه الانجليزيه، في كتب كانت بتجيلنا من ميكي، من مؤسسه والت ديزني، فيها كل المعارف وكل ما تتخيليه. وكمان هنا في كتب حلوه قوي لكبار الكتاب، زي كنت بقرا لدار المعارف، يعني مؤسسه دار المعارف مؤسسه عريقه في كتب الاطفال كمان. وبعد كده بقى في كتب بقى لما كبرنا شويه حاجات حلوه قوي كمان بنصح كل الشباب برضو انهم يقروها، لازم قبل الكتب الجديده الحديثه الحلوه برضو اللي طلعت، في كتب مهمه هي اللي بتبقى الاساس في اي مكتبه. انا دايما لما بشوف شباب صغير انا بنصحهم دايما انه يقروا لكبار الادباء. اللي بيفكر يبقى اديب او بيفكر يبقى كاتب كويس لازم يكون قرا لكبار كتابنا، زي نجيب محفوظ، زي يوسف ادريس، زي في الشعر عندنا مثلا صلاح عبد الصبور، عندنا بيرم التونسي، عندنا صلاح جاهين اللي بيحب يكتب شعر. يعني انا تاثرت طبعا، كنت بحب الشعر قوي، ف
فكنت قريت لكل وكنت عضو في جامعة الشعر في الجامعة الأمريكية في القاهرة. هنا بنعمل عروض مسرحية شعر، فتأثرت بالشعر جدا وحبيته، وكنت بقرأ أحمد شوقي أمير الشعراء، أقرأ له. كان هو عامل يعني المجموعة من 4 أجزاء، كان في جزء كمان للأطفال شوقيات اسمها الشوقيات، جزء للأطفال كنت أحب قوي أقرأه وأحفظه وأنا صغيرة. ولما كبرت بدأت أحفظ القصائد اللي هي الموزونة الرصينة، وبعد كده بدأت أتعرف على صلاح عبد الصبور الشعر الحر، وقريت كل دواوين تقريبا علشان دراستي كمان كانت مرتبطة بهذا الموضوع، يعني كانت الدراسة والهواية في نفس الوقت. فلازم علشان نبقى كتاب فعلا حقيقيين لازم نقرأ لكبار الكتاب الأول. في كتاب كتير حلوين قوي قوي في شباب، وفي كتاب من الجيل السابق هم كتار قوي، وطبعا معظمهم برضو بيكتبوا، او في رسامين كتاب كمان يعني بيرسموا ويكتبوا في نفس الوقت، فكلهم احنا فاتحين الباب اللي يعني ليهم في مجله سمير. طبعا بيكتبوا لنا وبيرسموا لنا، انا مش عايزه طبعا اقول لان هم كتار ما شاء الله، في جيل حلو طالع. انا مش بقرا لهم بقى، انا بنشر لهم بقى حاجات. فببقى سعيده كمان قوي بلا ان في جيل تاني طلع، في اطفال كمان بنشجعهم ان هم يكتبوا، يعني النواه بقى للكتاب اللي هم اللي يبقوا كتاب كبار في المستقبل. احنا بنعمل ورشه فنيه للاطفال كل اسبوع، كل يوم سبت الصبح بيبقى في ورشه فنيه مجانيه للاطفال. ساعات اقول لهم تعالوا اتفضلوا عندي في مكتبي، بنقعد هنا على يعني على السجاده او افرش لهم زي حاجه كده، ونفتح المكتبات دول. يعني المكتبات فيها حاجات حلوه قوي، فيها كتب اطفال اللي بتبقى ساعات قديمه شويه وحاجات حديثه، وابتدي اقول كل واحد من الاطفال يختار الكتاب اللي يحبه ويقراه، وبعدين يقول لي ارائي. مش قادره اقول لك قد ايه النتيجه بتكون جميله. هو ده اللي بنحب، ان احنا الاطفال يكونوا ملمين بحاجه زي كده، والاباء والامهات يشجعوا اولادهم على انهم يكون عندهم مكتبه حلوه فيها كل الاصناف والاشكال.